هذا وأعلن رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى لعرض السلع بأسعار مخفضة، لافتا إلى أن المهلة الممنوحة لمنافذ البيع انتهت وأصبح إلزاميا عليها عرض السعر المحدد لجميع السلع. وقال مدبولي إن آلية إعلان الأسعار ستنفذ على جميع منافذ البيع بجميع أنواعها وأحجامها، مطالبا الإعلام بضرورة توعية المواطن للإبلاغ عن أي منفذ بيع مخالف. تم الاتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى، الهايبرات والسوبر ماركتس الكبيرة، إن هيبقى فيه ركن أو مكان في هذه السلاسل كمان لعرض السلع بطريقة مخفضة إن شاء الله. الجزء المهم جدا واللي يمكن احنا دايما بنتابعه ويوميا على يعني معرفة وبنشوف كل وسائل الإعلام بتتكلم عليه، موضوع حماية المواطن من جشع بعض التجار، واحنا خدنا إجراءات بالفعل، ان احنا قلنا من يعني وانتهت بالفعل المهلة، ان لازم كل منفذ بيبيع بضاعة يكون حاطط الأسعار على هذه المنافس، على هذه السلع بتاعته، يبقى موجودة وسعر معلن محطوط. أنا مش بناقش السعر إيه، لكن أنا بتكلم على، وده الأهم، السعر اللي بيحدده هو اتحاد الغرف، هو اللي بيحدد أسعار السلع. إحنا بنتكلم السلع الأساسية والاستراتيجية اللي تهم حياة المواطن اليومية. الأسعار موجودة، إحنا كل اللي يهمنا إن المنفذ يبقى ملتزم بهذه الأسعار اللي بتعلن. إنما الشيء المهم إن تكليف كل جهات الدولة، الداخلية، شرطة التموين، المفتشين بتوع التموين، المحافظات، جهاز حماية المستهلك، كل هذه الأجهزة بتنزل وتراقب وتتابع علشان نتأكد من تنفيذ هذا الموضوع. ولكن برضو عشان المواطن يبقى عارف، احنا بنتكلم على مئات الآلاف من المنافذ اللي بتبيع، احنا مش بنتكلم فقط على أنا آسف السلاسل الكبيرة ولا السوبر ماركتس الكبيرة، احنا بيبقى عندنا محل صغير موجود في حارة، موجود في قرية، هنا برضو هنا يمكن دي نقطة مهمة جدا، وأنا دي اللي أنا بطالب يعني الإعلام المصري إن هو برضو يبقى فيه توعية للمواطن. احنا النهاردة كدولة حريصين كل الحرص على التطبيق. طب المواطن راح نزل ولقى منفذ مش ملتزم، يبقى بيبلغ ويساعدنا ويقول لنا المنفذ الفلاني اللي في المكان الفلاني مش ملتزم باللي الدولة أقرته، يبقى احنا بنتحرك على هذا المنفذ مباشرة ونتخذ الإجراءات الرادعة اللي احنا كلنا أعلننا عنها.